بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة الاكتئاب؟ الحقيقة أيها الأحبة، أول ما يصادف الملحد بعد إلحاده هو الاكتئاب. لماذا؟ في البداية يفرح أنه وجد عقيدة أو دينا، هو الإلحاد، يسمح له باتباع الشهوات، يسمح له بممارسة الزنا أو الشذوذ الجنسي والعياذ بالله، يسمح له بشرب الخمر، يسمح له بالكلام كيفما يشاء، لا يوجد تكليف عليه، يعيش حياته كيفما شاء، فيظن أنه تحرر من القيود التي فرضها الإسلام ودخل في الحرية والحياة السعيدة. ولكن ما الذي يحدث بعد ذلك؟ أول شيء، كما يؤكد العلماء، أن ممارسة الفاحشة ومشاهدة الأفلام الإباحية والمناظر الإباحية يؤدي إلى الاكتئاب بعد فترة من الزمن. لماذا؟ لأن الدماغ لم يعد قادرا على إفراز هذه المواد أو الهرمونات التي تسمى هرمونات السعادة، التي يفرزها الدماغ عندما يشاهد الإنسان منظر إباحي أو عندما يمارس الفاحشة. فعندما تتكرر هذه الملذات كثيرا، الدماغ يرهق ولم يعد قادرا على إفراز كميات كافية من هرمون الدوبامين وغيره المسؤول عن السعادة، وبالتالي يشعر بالاكتئاب. هذا الإنسان عندما يسلك طريق الإلحاد أيضا يصطدم بشيء، أنه ليس هناك يوم آخر، ليس هناك حساب، ليس هناك عقاب، ليس هناك يوم تستطيع أن تحاسب من ظلمك. فعندما يظلمه أحد يصاب بالاكتئاب. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يأخذ حقه وبالتالي يصاب بالاكتئاب. عندما يأتي أحد فيسرق بيته مثلا أو يؤذيه بطريقة ما ولا يتمكن من فعل أي شيء، يصاب بالاكتئاب، لأنه ليس هناك يوم آخر. المؤمن أيها الأحبة، مهما حدث معه في هذه الدنيا هو سعيد. تعلمون لماذا؟ لأن حياته كلها هي عبارة عن انتظار وتشوق وترقب للقاء الله تبارك وتعالى. المؤمن الصادق والحقيقي يعيش حياته وهو يردد هذه الآية. هذه الآية تكون منهجا له في حياته. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. هذه الآية تشعرك براحة كبيرة أنك تنتظر لقاء الملك، فكل هموم الدنيا تزول. أيها الأحبة، والله إن تعاليم الإسلام رائعة جدا. المؤمن لا يحزن، لا يعرف اليأس. سيدنا يعقوب، هل تعلمون ماذا قال لبنيه؟ المفروض هو الذي ييأس بعد فراق أبنائه. أغلى أبنائه فارقهم لسنوات، قال لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. القرآن اعتبر أن اليأس كفر، واليأس هو أكبر مسبب للاكتئاب. عندما تفقد الأمل من الناس الذين حولك، ربما يخذلك الناس، ربما رزقك يضيق، ربما تصبح في وضع لا تعرف ماذا تفعل، كيف تتوجه، يتولاك اليأس إذا لم يكن طبعا لديك إيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا اليأس هو أكبر مسبب للاكتئاب، وأكبر مسبب للانتحار هو الاكتئاب أيها الأحبة. لذلك يعني أنا لدي دراسة سأعرضها عليكم أحبتي في الله. مع تزايد ضغوطات العمل اليوم
ووسائل التكنولوجيا الرقمية، مصاعب الحياة، تكاليف الحياة أصبحت كثيرة جدا. يعني في الماضي كان الإنسان يعيش في خيمة، في بيت بسيط، متطلباته بسيطة جدا، لم يكن يعاني من هذا الضغط النفسي والضغط المادي العنيف الذي يتعرض له بسبب كثرة الاحتياجات. هذا الأمر يزيد من معدلات الإصابة بالاكتئاب، وبخاصة في المجتمعات الحديثة، لأن الإنسان كلما زاد وضعه المادي كلما زادت متطلباته. طبعا يعني هذا الاكتئاب يؤدي أحيانا للانعزال، قد يصل أحيانا إلى الانتحار الذي حذر الله منه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، وقال أيضا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. منظمة الصحة العالمية أيها الأحبة اليوم يعني تصنف الاكتئاب على أنه رابع أكبر مسبب للانقطاع عن العمل حول العالم. طبعا هذه المنظمة حديثا وجدت أنه أصبح ثاني أكبر مسبب للاكتئاب، يعني هذا رابع أكبر مسبب كان قبل سنوات، اليوم في 2020 تقريبا يعتبر ثاني مسبب للانقطاع عن العمل. كثير من الناس ينقطعون عن العمل بسبب ظاهرة الاكتئاب. الطب الحديث يعتبر أن هذه الظاهرة يعني تتوزع بين عوامل جينية وأخرى اجتماعية. قد يرث الإنسان استعدادا جينيا مسبقا للإصابة بهذا المرض، فتظهر لديه عوارض تسبب الاكتئاب، ولكن هذه النظرة أيها الأحبة غير دقيقة الحقيقة، لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. فقناعة الإنسان الداخلية وقوة إيمانه بالله هو الذي يحدد مستوى الاكتئاب لديه. عندما يكون إيمانك ضعيفا بالله والبيئة تساعدك على ذلك وتسير في مجال قريب من الإلحاد، هذه الوساوس قد تغزو دماغك وقلبك وتسيطر على حياتك. إذن أيها الأحبة، لنتساءل الآن كيف عالج القرآن هذه الظاهرة. الحقيقة أحبتي في الله، في كل آيات القرآن نلاحظ أن الحزن يأتي مع كلمة لا. مثال، قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم ماذا؟ مؤمنين. الشرط هو الإيمان. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. خطاب لأم سيدنا موسى عليه السلام. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا: لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. وأخيرا الله تبارك وتعالى لحظة الموت، وهي أهم لحظة في حياة الإنسان، تأتي الملائكة لتنادي هذا المؤمن وتقول له، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ماذا تقول؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن أيها الأحبة، العلاج الناجع للاكتئاب هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو أعمال البر والثقة بالله وعدم اليأس. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك في سلوكه من خلال تطبيقه لآيات القرآن ومن خلال أحاديث كثيرة. يكفي أن أذكر لكم واحدا فقط، عندما كان في الغار
وكان محاصرا من قبل المشركين، أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو بكر كان معه وخاف عليه، خاف على الرسالة. ماذا قال له هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو في أصعب المواقف؟ انظروا إلى كلام من يثق بالله ثقة كاملة. هكذا ينبغي أن نكون أيها الأحبة، ثقتنا بالله في أصعب الظروف والمواقف، ينبغي أن تتذكر هذه الآية وتثق بالله عز وجل. إذ يقول لصاحبه ماذا؟ لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. إذن شرط الاطمئنان والسكون والهدوء وذهاب الحزن والاكتئاب أن تثق بالله، أن تثق أن الله معك. لا تحزن إن الله معنا. تذكروا أحبتي هذه الآية، احفظوها، احفظ هذا المقطع من الآية الكريمة. دائما قل في نفسك في أي موقف تصادفه، تذكر هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو يقول لصاحبه سيدنا أبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.